أستاذ اللغة والبلاغة بإذاعة القرآن الكريم. وكلنا نعرفه من هو الدكتور عبد الله الخولي، له بصمة إذاعية قديرة. دكتور عبد الله الخولي أول ما عرفته بالحب شاور، كنا في مسجد ستنا السيدة نفيسة، وكان الرجل يدعو للدكتور عبد الله الخولي ويقول والله يا شيخ علي أنا بحب الراجل ده وحب أسلوبه المتميز لأنه رجل رباني، إذا تكلم خرجت الكلمة من فمه قبل أن تخرج من فمه تخرج من قلبه. فدكتور عبد الله الخولي إذا تكلم ضغط على القلوب ومن القلب إلى القلب. فليتفضل دكتور عبد الله الخولي، لأن الحاج شاور كان بيدعي له دايما وله حسن الخلق. استاذنا الدكتور عبد الله الخولي، فيتفضل وكيل وزارة الإعلام، فليتفضل مشكور. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة الكرام، لا أعلم من أين أبدأ، وقد جئت معزيا في والدي رحمه الله الحاج شاور، تغمده الله برحمته. نعم، هو بمنزلة الوالد، ذكرنا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن وفقه الله تعالى، ذكرنا بآية عظيمة، يعلم الله أنني رأيت فيها فقيدنا الوالد الحاج شاور رحمه الله رحمة واسعة، حيث إن فضيلة الشيخ قرأ ضمن ما قرأ: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله عز وجل هي وصية الحق تبارك وتعالى للخلق كلهم أجمعين. وما من نبي إلا ودعا قومه إلى تقوى الله. فلما سمعت هذه الآية العظيمة ألا وهي الأمر بالتقوى، تذكرت والدنا رحمه الله رحمة واسعة، وجلست أعقد مقارنة بين تقوى الله عز وجل وصفات المتقين، وما رأيته وعهدته من هذا الوالد. فلقد جلست معه 3 مرات، وفي كل مرة كنت أخرج منها محملا بصفات عظيمة
تقربني من الله عز وجل. فإذا كان الإمام علي قد قال في تقوى الله: الخوف من الجليل، فلقد كان والدنا رحمه الله يخاف الله عز وجل ويعلم أنه مطلع عليه، بل كان يتحرى كل كلمة تخرج من فمه أن تكون في المعروف دائما. وإذا كان الإمام علي قد بين لنا أن من صفات المتقين العمل بالتنزيل، فلقد كان والدنا رحمه الله يعمل بكتاب الله عن طريق الفطرة، الفطرة السليمة، الفطرة النقية، الفطرة التي لم تدنس بأي شيء من الأشياء التي يعرفها كل إنسان منا. وحسبك يا أبانا أن ابنك من حملة كتاب الله، وأن ابنك يقوم بتحفيظ كتاب الله، وإنها لرسالة عظيمة، هي رسالة الأنبياء. فهنيئا لك أيها الوالد. أتخيل يوم القيامة وأنت تلبس تاجا من نور، فيسألك الأحبة: يا حج شاور، من الذي ألبسك هذا التاج؟ فيجاب عنه: بحفظ ولاده القرآن. وإذا كان الإمام علي قد بين لنا أن من صفات المتقين الاستعداد ليوم الرحيل، يعلم الله، كان الوالد رحمه الله تعالى مستعدا لهذا اليوم، لدرجة أنه لما أخبرنا أنه سيذهب لإجراء هذه العملية كان يردد عبارات تزيد الإنسان إيمانا وقوة بأن العمر بيد الله. فكان يقول بلغته التي ترجمتها إلى العربية: كلنا بيد الله، والله بيده كل شيء، وليس لنا حيلة في أنفسنا ولا في أعمارنا. نعم أيها الإخوة الكرام، كان والدنا رحمه الله تقيا نقيا عابدا راضيا بقضاء الله وقدره، قنوعا محبا لأهل العلم، ومحبا لكل إنسان يعرف الله. ها هم أحباؤك يا شيخ أحمد، أتوا من كل مكان كي يعترفوا وكي يشهدوا شهادة حق أن والدك رجل صالح، ومن فضل الله على أمة رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يأخذ بشهادتهم. فمن شهد على إنسان بتقواه قبل الله عز وجل شهادته. وكل منا يعلم
تلك الجنازة التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى الناس عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سمعناك تقول وجبت، فقال: أثنيتم عليها خيرا، فقلت وجبت، فأنتم شهداء الله في الأرض. فلا نملك يا أبانا إلا أن نعزي أنفسنا، لأننا فقدنا عابدا مطيعا محبا لإخوانه كريما يحسن التعامل مع الناس كلهم أجمعين. وأظن يا أبانا أن أول شيء سيبكي عليه ذلك المكان الذي كنت تصلي فيه، وذلك الصف الذي كنت تقف فيه عابدا للحق تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، نقدم لأسرة والدنا خالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، كما نقدم لكل أحبائه ولكل أبناء قريته خالص العزاء، طالبين منهم أن يكونوا مثله أدبا وخلقا وفطرة وتمسكا بدين الله عز وجل. فاللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وجاف الأرض عن جنبي، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم زد في حسناته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم أسمعه سلاما سلاما، اللهم اجعل القرآن مؤنسا له في قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره مد البصر، اللهم اجعل عن يمينه نورا وعن يساره نورا ومن أمامه نورا ومن خلفه نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا، واجعله نورا يا رب العالمين. اللهم إننا نشهد أنه كان مصليا فتقبل شهادتنا، وكان محبا للطاعة فتقبل شهادتنا، وكان كريما فتقبل شهادتنا، وكان راضيا بقضاء الله وقدره فتقبل شهادتنا. اللهم اغفر لجميع ساكني هذه القبور، اللهم أكرمهم بكرمه وارحمهم برحمته، اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وجاف الأرض عن جنبيهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم ولسائر أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وما أجمل أن نستمع الآن.